السلام عليكم الفرق بين encourage discourage encourage يشجع شخص على القيام بشيء encourage يأتي بعدها مفعول ثم حرف جرته ثم فعل في المصدر his mother encourages him to do a sport to keep fit شجعته والدته حتى يمارس الرياضة ليبقى لائق بدنيا أو ليكون لائقا بدنيا أو ليحافظ على اللياقة encourage يشجع على ويأتي بعدها فعل مضاف له ing أو اسم The government encourages starting private businesses شجعت الحكومة على البدء بمشروعات خاصة discourage يثني عن يصرف عن discourage ويأتي بعدها مفعول ثم from ثم فعل مضاف له ing I discourage Rodaina from listening to bad songs أثنيت رodaina عن انها تقوم بسماع الاغاني الهابطه او الاغاني السيئه شكرا عليكم